اللغط والى اخره، كموضوع الكل يسولف بيه والكل يحكي بيه، حتى بلقاءات حكيتي بيه انت عن موضوع الحجاب، يقولون انه هن طالب سبورت لكن تحب الحجاب. أنا لكوني ممثلة فعندي لقاءات تلفزيون وعندي مسرح وعندي مثلا تصوير مسلسلات، احنا ما نقدر نحدد انه هنا أنا لازم تلبس حجاب او ما تلبس، هو الدور اللي يحكم. هذا واحد. اثنين، أنا ممثلة اطلع كل الشخصيات، فأني سبورت، أنا مو محجبة بس أني أحب الحجاب وأتمنى أكون محجبة، ولكن عملي يفرض علي أن أكون مو محجبة. ماكو أدوار لمحجبات؟ لأنه ماكو، لا ماكو، يعني قلة. وبعدين الشخصيات، أغلب الشخصيات اللي أنا اشتغلتها ما ممكن أنه ألبس حجاب بيها. فمن دي يعني أكثر من لقاء أنا حكيت بيه قلت لهم أتمنى أن الحجاب، وطلعت كذا مرة لابسة حجاب. حملة صارت عليك على الفيسبوك على موضوع الحجاب؟ أكو قنوات انتقادات و... أها، أكو قنوات تريدك ترتدي الحجاب، وأكو مثلا أماكن لازم يفضل بيها الحجاب. فأني ليش يعني ما ألبس الحجاب؟ لا، ألبس الحجاب ما بيها شيء. أكو مثلاً تصوير أو مسلسل أو أغنية أو كذا شغلة أنه أنا ما يصير أرتدي حجاب فما ألبس الحجاب. فمن مرة أنا طلعت حكيت لهم أنا أتمنى، وأني أتمنى ألبس الحجاب بس شغلي يفرض علي أنه أنا ما أقدر ألبس حجاب، يا إما أعتزل زين وأرتدي حجاب وخلاص. لأنه هو من نقول حجاب احتراماً، هي مو مجرد شالة نخليها على الشعر، لا، أنا شايفة هواية من بناتنا بالشارع يرتدون الحجاب وهم لابسون يعني تنورة قصيرة. يعني الحشمة بالشعر؟ مو هي هاي المشكلة. هم ليش ينتقدونهن طالب؟ زين أنتوا اطلعوا أغلب بناتنا لابسين تنورة قصيرة وشاكة وحجاب، لو زين الحجاب بغير وقت كان هذا التوربان الربة طالعة والتراتشي والمكياج والدلعة مال القميص وبنطرون جينز وقميص قصير، هذا الحجاب؟ يعني اوكي، اذا هذا الحجاب انا راح ارتدي هذا الحجاب. يعتبرون الاثاره بالشعر مو بالجسم؟ لا لا، البس لبس يليق بالشال اللي انا لابسته، بالحجاب اللي انا لابسته. فاني يعني اتمنى البس الحجاب بس يفرض علي الشغل لانه شغلك. بس انا